كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح اليوم الخميس عن الترتيب الجديد للمنتخبات الخاصة بشهر أكتوبر، وشهد الترتيب صعود المنتخب المغربي بمركز رافع رصيده إلى 1681.57 نقطة، بعدما كان قد تراجع للمركز الرابع عشر في الترتيب الخاص بشهر شوتنبر، فيما حافظ على الصدارة إفريقيا وعربيا. وفاز رفاق القائد أشرف حكيمي على منتخب إفريقيا الوسطى ذهبا وإيابا 5-0 و4-0 خلال شهر أكتوبر الجاري برسم تصفية كأس أمم إفريقيا 2025. وكان أسود أطلس خلال شهر يوليو وشوتنبر يتواجدون في المركز الرابع عشر، أما في الترتيب الخاص بشهر يونيو فاستطاعوا احتلال المركز الثاني عشر. إذن كان كل هذا يتعلق بالترتيب الحالي للمنتخب المغربي في شهر أكتوبر. لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة، تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.